في اليوم الثالث لرحلته للأرض بدأ الفضائي باستكشاف معالم الأردن، فشو رح يلاقي؟ مجهز لك برنامج رحلة خرافية، رح ألف فيك الأردن. وأنا علي المواصلات، عشان نوفر الوقت ونحافظ على البيئة رح أعمل نقل بالوميض. طيب شو رأيك نطلع نستكشف في الشمال أنا وإنت، وبعدين نرجع نجهز عدة الهش والنش ولزوم الرحلات؟ قصدك مشاوي واللذي منه؟ أنا بعشق الشوي. شو هذا اللي مرمي هون؟ أكيد في ناس عم بيستعملوا المكان ولسه ما خلصوا. وهاد نفس الطائر اللي خبطت فيه وأنا جاي عندك. أنو طائر؟ المكان أبداً مش مفروض يكون هيك. للأسف في ناس الله يسامحهم تاركين وراهم هاي النفايات. روح خلينا نشوف مكان تاني. لا الفيو حلو، بس بده لمسة نظافة. وهيك صار جاهز، يلا نرجع نجيب الست الوالدة وأغراض الرحلة. شو كل هالأغراض يا أم شهم؟ أنت ناوية تعزم الأردن كلها؟ لا بس إحنا، وما في إشي من قيمتك يا عيب الشوم. يا أم شهم أنتوا أهل الكرم، بس كل هالأغراض ما إلها داعي. شوفي كم كرتونة وكيس جايبة معاكي، أخريتهم يصيروا زبالة، وأنا لاحظت إنكوا ما بتعملوا إعادة تدوير. على مهلك علينا شوي، أكيد ما بنترك ورانا النفايات ولو؟ أكيد مش وإنت معانا. ممتاز، هاي خطوة مهمة، بس كمان ليش ننتج نفايات من الأساس؟ الموضوع ترى جد وما بتحمل مزح. في كوكبي، معلش آسف بضل أحكي لكم عن كوكبي بس عشان تعرفوا، كل شي عنا جزء من منظومة متكاملة، وممنوع إنتاج أو استهلاك أي مواد تنتج نفايات. كل شي بنعاد تصنيعه وتدويره بعجلة الاقتصاد الدائري. على فكرة سمعت عن هذا الموضوع، في شي هيك عنا كمان الاقتصاد الدائري، بس لسه مش كتير مطبق. يعني على فكرة ملاحظ إنه في كتير أشياء إيجابية موجودة عندكم، بس بدها تنظيم وتطبيق بشكل أكبر، مثل سيارات الكهرباء اللي بتنشحن على الطاقة البديلة، وموضوع تشجيع العمل من المنزل، وهي موضوع تقليل النفايات والاقتصاد الدائري. بدها الأمور اهتمام شوي أكتر وبتصير تمام. أعطيني رقم المسؤول عن هالمواضيع بكوكبكم، أحكي معه بلكي أقنعته. لا عمي لا، إحنا ملناش دخل.